احنا هنا في الصحراء بدو عايشين على مية المطر، ما عندناش اي مصدر مية الا المطر. اذا اردت ان تصنع خيرا في هذا المكان اعمل بير او سد. لما المطر تنزل بتروح المية بتروح على البحر محدش بيستفاد منها. ما كانش في سدود، كان مزروع عشوائي، والمية تيجي مع مكان واحد، والزيتون ما بيشربش، الزيتون نشف. شجر دلوقتي النهاردة لما اتعمل السد الزيتون هيشرب مية والمية هتقعد في السد 10-15-20 يوم، الزيتون يرجع زي ما هو. أنا بصراحة بحب الزيتون جدا، يعني فعلا لما تمسك الحب في إيدك كده تبص فيه تقول ده هيطلع زيت إزاي، يعني الزيت هيجي منين؟ البير استفادات كثيرة، خزن فيها مية المطر عشان نشرب منها ونسقي منها الثروة الحيوانية وبنزرع عليها. الزراعة صراحة الحاجة الخضرة كلها، الخضرة في الصحراء بتبقى شكلها ممتازة.